الآن الهدف الثالث وهو التعرف إلى الفعل المساعد should ينبغي positive and negative الإيجاب والنفي. Should or shouldn't ينبغي أو لا ينبغي. Okay. I've got this example. لدينا الآن هذا المثال. Yes, خديجة عبد القادر. Yes, read please. You should go and see him soon. You shouldn't. Yes. Leave. Friend or your friend alone. Okay. Thank you very much. Sandinan. إذن في الجملتين طبعاً عنا should ينبغي shouldn't لا ينبغي الإثبات والنفي. الجملة الأولى you should go and see him. طبعاً هنا نتكلم عن حالة لا تتعلق بالإلزام أو بفعل إجبار، على العكس تماماً. هنا يعني في نقول عبارة عن نصيحة، أقرب ما يكون للنصيحة، أن ننصح الشخص أوكي بأن يعمل كذا أو لا يعمل. فمثلاً هذه الجملة you should go and see him ينبغي أن تذهب وتراه. See him soon تراه حالاً. أوكي. هنا عندما نستخدم هذه الجملة فهي لا تعبر عن إلزام، فالإنسان مخير بأن في أن يذهب أو لا يذهب. أوكي. أما عندما نستخدم must أو have to يجب. أوكي. هناك ليس هناك يعني خيار، الإنسان يجب أن يقوم بهذا العمل أو لا يجب أن يقوم به. أوكي. نعم. الشروط طبعا هي إلزام خفيف أو ضعيف أو نصيحة. نعم. الجملة الثانية you shouldn't leave your friend alone، لا ينبغي أن تترك صديقك وحيدا مثلا. أوكي. You shouldn't leave friend or your friend alone. أوكي. هنا نفي، نعم لا ينبغي أن تتركه، وأيضا هنا تعبر عن النصيحة. أوكي. Now this about should، هذا فيما يتعلق بالشود. إذا استخدام الشود باختصار شديد use should، طبعا should shouldn't plus verb one، الشود أو shouldn't ينبغي لا ينبغي زائد المصدر. Use should or shouldn't استخدم ينبغي should to express mild obligation. ما معنى هذا الكلام؟ استخدم ينبغي للتعبير عن إلزام خفيف. إلزام خفيف حتى نحن أنا أرى أنه هو ليس أصلا إلزاما. يعني should هو ليس إلزام، يعني فقط هون أنا كاتب advice نصيحة. يعني هنا لا يوجد أيضا أصلا إلزام بالأصل، فالإنسان يعني يمكن أن يقوم بهذا الأمر ويمكن أن لا يقوم به. أوكي. فهو يعني أقرب ما يكون للنصيحة للأدفايس. نعم. إذا هذا فيما يتعلق بالنسبة للفعل should أو shouldn't، ينبغي أو لا ينبغي. الآن ملاحظة، انتباه، هلأ في أمور راح تختلط عليكم بعد ذلك الدرس القادم فيما يخص بحل الوظائف الوظيفي. راح تقولوا مثلا الماست استاذ مثلا استخدمناها والفاعل ليس هو انا اي، وعم نقول الاي هي تاتي مع الزام من يكون هي اقوى انواع الامر وهي من الانسان نفسه او من الشخص نفسه. طيب انا مشان ما اوقع بهي الاشكاليه، اوكي، انا ذكرت هاي الامور مشان نفهم شو الفرق بين الماست والهاف تو والشود. اوكي. ألخصها بثلاث نقاط. أولاً، تعتبر must من أقوى أنواع الأمر أو الإلزام في اللغة الإنجليزية. يعني أنا أمام جملة، أمام مثلاً حالة في اللغة الإنجليزية، أمر ضروري أو خطير جداً، فهنا أستخدم must. أوكي؟ أستخدم must. إذن هي must من أقوى أنواع الأمر أو الإلزام في اللغة الإنجليزية. أوكي؟ حالة ضرورية أو أمر خطير جداً، فهنا أستخدم must. نعم. الأمر الثاني، تعتبر have to أحد أقوى أشكال الأمر في اللغة الإنجليزية. طيب إذن هذا نفس الكلام الأول، لكن وهي تأتي بعد must من ناحية قوة الإلزام. يعني إذا بدنا نقارن بين must والhave to، لا must أقوى بشوي من إيش، من must أقوى من have to، لكن يفضل استخدام يعني الhave to عندما يتعلق الأمر بالأنظمة والقوانين والدوام، مثلا بالدوائر وغير ذلك. وتكون مثلا عندنا دوام بالمدرسة أو الالتزام مثلا باللباس أو كذا بالمواعيد، فهنا يجب أن نستخدم الهاف تو تفضل على الماست. أوكي. علما أن الماست كما ذكرنا هي أقوى الأنواع الأوامر. الأمر الثالث،
بالنسبة للشود فهي تعتبر أضعف أنواع الأمر وغالبا ما تعبر عن النصيحة، وغالبا ما تعبر عن النصيحة. إذن هذا ملخص نعم الأفعال المساعدة التي تخص في حالة الإلزام أو الأمر في اللغة الإنجليزية. إذن نرتبها must أولا، بعد ذلك have to، تليها مباشرة have to، وبعد ذلك should، وهي أضعف الأنواع. Now I've got this assessment question. لدي الآن سؤال التقييم. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. You should see or saw your aunt every week. Yes. ماذا نختار هنا؟ ما راح ترجم الجملة. Okay. لأن بس كما ذكرت عندما تترجم يعني يصبح الحل واضح. Yes. ماذا اختار؟ You should see or saw your aunt every week. بالفعل سيم. Okay. سبق ورد معنا سابقا. يس كوثر. أستاذ سي، لأنه تجي بالمصدر بعد الشود. أحسنتي، تماما تماما صحيح. You should see. تمام. طيب والفعل سو، ما هذا الفعل سو؟ يعني عن إيش بيعبر الفعل سو؟ يرى أو ينظر. لا، الفعل سو رأى، الثاني، ثاني واحد. الفعل الثاني سو. هذا الفعل سو هو الماضي، الماضي من سي، تمام؟ هو الماضي أو الفيرب تو من سي، تمام؟ نعم. نعم. إذن سي يرى سورة، هذا فعل شاذ، فأنا أختار كما ذكرت نعم بداية، أختار الفيرب وان المصدر اللي هو سي يرى. أحسنتي، نعم. إذا ممكن يجي هيك سؤال، طبعا ممكن يجي سؤال بالامتحان هيك، بين إنه يخيرنا بين المصدر والفيرب تو، بين المصدر مثلا والتصريف الثاني الفعل سي، أوكي؟ فأنا أختار دائما المصدر بعد هذه الأفعال المساعدة. نعم. إذا you should see your aunt every day، ينبغي أن تزور مثلا أو ترى عمتك كل أسبوع. نعم، وهذا نصيحة. نعم. Now final assessment question، سؤال تقييم نهائي. الآن وصلنا إذن إلى تقييم نهائي للدرس. ماذا أختار في الجملة الأولى؟ You shouldn't or mustn't smoke in hospitals. ماذا أختار؟ You shouldn't or mustn't smoke in hospitals. لا ينبغي أو لا يجب أن تدخن في المشافي. واضح الأمر هون. هل إلزام خفيف نصيحة أم هنا نهي أو إلزام قوي بعدم التدخين؟ يس رويدة. خالد مصنت أستاذ. برافو، أحسنتي، مصنت سموك. إذن هنا لا يجب أن تدخن في المشافي. أوكي، هذا أمر منهي عنه تماما، فما من المعقول يعني أقول أنا يو شودنت، لا ينبغي، يعني هون كنصيحة أو نصح، لا، هون أمر، وممكن إذا دخن ممكن يتخالف. أوكي، ولا سيما في المشافي. أوكي. طيب الجملة الثانية، we have to ولا should commit to the rules of traffic. ماذا نختار هنا؟ we have to يجب ولا should ينبغي، commit نلتزم، to the rules of traffic، بقواعد المرور. أوكي، قواعد المرور هنا إيش؟ have to or should. yes. نغم مالك تفضلي. لازم نختار have to. we have to، أحسنتي، تمام، excellent. إذن we have to commit to the rules of traffic، يجب أن نلتزم بقواعد المرور. قواعد المرور أيضا هذه يعني إلزام قوي من جهة أخرى. أوكي، فهنا أيضا إلزام نعم قوي ولا يعبر عن نصيحة. نعم، فهنا لا نختار الشرط.